شهد بصدق النبي صلى الله عليه وسلم كل من كان في زمنه عليه الصلاة والسلام، وكل من يأتي إلى يوم القيامة عندما تعرض عليه هذه الشريعة لا يمكن له أن يردها أو ينكرها إلا على وجه العناد والاستكبار كما حصل من فرعون والنمرود. وعندما ظهر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من يدعي النبوة، كان التكذيب لهؤلاء من أقرب الناس إليهم، بل أن علماء السلف رحمهم الله تعالى ذكروا أن خوارق العادات، يعني أن الأشياء التي تأتي على خلاف ما اعتاده الناس، تنقسم إلى أربعة أقسام. الأول الآية، هذه لا تكون إلا للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. والثاني الكرامة، وتكون لأولياء الرحمن، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى. الثالث معجزة وفتنة كما يكون للدجال، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة. الرابع فضيحة، نسأل الله سبحانه وتعالى كما حصل لمسيلمة الكذاب، فضحه الله سبحانه وتعالى.